والله يعني نصيحتي دايما لكل المسلمين، كانت لسه واحده بعتها بتقول ضميري بيأنبني، يعني هو انا اعمل مقاطعه بس؟ يعني هي المقاطعه بس اللي عاملها؟ طب والتبرع بس؟ ضميري بيأنبني. خلي ضميرنا يأنبنا كده، لان الخذلان اللي تم مع غزه وفلسطين، وان اخوانهم والمسلمين الحكام واللي حواليهم وكل الدول اللي خذلتهم، والله انا بقول لك اهو، والله لا نحاسب عليه في الدنيا بلغ، الا اذا استنقرت قلوبنا وعقولنا وألسنتنا وبذلنا الوسع في إعداد الجيل وإعداد بدني ونفسي وإيماني وجسدي وإعداد فكري وإعداد توعوي، وانت ذات نفسك. وما اجي اسال بتعملي مقاطعة؟ ما زلت مواظبة على القطع، عامله الدعاء، عامله الدعاء، عامله كذا، عامله كذا، تمام. وايه تاني؟ هل لو انا سالت دعاء القنوت في كل قنوت النوازل في كل الصلوات تم؟ لازم، عشان حتى اهل بيتك يكونوا على ده، على الاهبه ديت والاستعداد ده، ودايما في البيت دعاء لاهلنا في غزه وفلسطين. ادعو الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويكرمهم ويحملهم ويقويهم ويطعمهم يا رب، اللهم امين، ويرينا النصر بعيون عاجل غير اجل. هؤلاء الاعداء خونه فسده تجبروا في الارض، فجره تجبروا في الارض. ادعو الله سبحانه وتعالى يحصيهم عددا، يقتلهم بدا ولا يغادر منهم احد، اللهم يبقى النصر على ايدينا، اللهم امين. امين يا رب، جزاك الله خيرا دكتور.